بنروح إلى فقرة عيون المدينة اللي هي فقرة من إعداد الناس، أي واحد شخص يقوم بتصوير مقطع معين فيما يخص مشكلة معينة يشوفها ويواجهها. راح نشوف اليوم إحنا مشكلة قد طرحناها قبل فترة في مدن أخرى، اليوم راح نشوفها في طوس خرماتو، سايلو طوس خرماتو هناك مشكلة كبيرة تصطف السيارات لمدة 10 أيام أو أكثر، لأكثر من نشوف اصطفاف يمتد إلى عشرات الكيلومترات، ينتظرون أن يسوقون محصولهم وهو محصول الحنطة. المشكلة الكبيرة هو طبعا الناس تتوقف لأيام طويلة، وبالتالي هذه كلها مبالغ الفلاح يتحملها، سيارة توقف بهذا الشكل، ناس تنتظر بلا معنى، لأن المفروض يكون هناك، وإحنا حشينا بهذه القضية قبل فترة. هذا أمامكم تشوفون سيارات كثيرة تصطف أمام سايلو طوس خرماتو، يتمنون الحل بأسرع وقت، افتتاح سايلو أكبر، زيادة ساعات ساعات العمل حتى يعني استلام المحصول. طبعا هذا المقطع وصل لنا إلى صفحة أهل المدينة على الفيسبوك، احنا نشكر الأخ الذي أرسله، واحنا نتمنى دائما التعاون أو دائما إرسال المشكلة بالصوت والصورة حتى احنا نوصلها. وشكرا للمعلومات، كاتب كل المعلومات الخاصة بهذا الموضوع، يعني الموضوع واضح. نتمنى من هناك، المفروض هناك لجنة من قبل هيئة الزراعة أو لجنة الزراعة أو لجنة الزراعية لوضع خطة لهذا الموضوع. كل سنة تعاد نفس المشكلة، تصطف السيارات بشكل كبير لمدة عشرات الأيام أو لمدة وطول السيارة، شوف يعني احنا لحد الآن على امتداد الطريق ولحد الآن دون حل. شنو ذنب الناس اللي تبقى سهرانة وتبقى بات في هذا المكان؟ والسايلو المفروض أن يكون دوامة إضافي مثلاً، هناك خطة أخرى، هناك افتتاح سايلو آخر. هذه المشكلة كل سنة، يعني معقول حد الآن إحنا ما قادرين نحل مشاكلنا اللي هي نفس المشكلة تعاد كل سنة؟ يعني الموضوع صار أكثر من اللازم. إحنا نشكر مرة أخرى الذي أرسل لنا الفيديو، ونتمنى التواصل من قبل كل متابعي أهل المدينة، إرسال مقطع فيديو بصوت وصورة ضمن فقرة عيون المدينة، وكانما أنت مراسل مدينتك أو مراسل من الشارع إرسال مشكلتك، ويا ريت تكتبون تفاصيل أكثر حتى أي مشكلة. إحنا دائما يعني هناك مشكلة في عرض التفاصيل، لذلك هناك مشاكل إحنا ما نعرضها أو ما نقدر نتابعها، لأن نكتب لكم نريد التفاصيل، نريد العنوان الكامل، ما تجاوبونا. فإحنا نتمنى من البداية كل واحد يرسل مشكلته يرسل العنوان الكامل، في محافظة الفلانية، المدينة الفلانية، زغق كذا، مدينة كذا، كل شيء تكتبه حتى إحنا نقدر ندز مراسلنا إلى المكان المعني.